هذا البناء القديم هو المكتبة المركزية أو المكتبة العامة في مدينة سوق الشيوخ، يعني هي للأسف الآن مهملة ومتروكة، إلا أنه يعني هذا الصرح الثقافي إلى أهمية كبيرة بتاريخ المدينة. يقال بأن البدايات كانت يعني قبل يعني 1870، يعني نواة أولى من بعض الشيوخ اللي فكر يسوي مكان للكتب، إلا أنه هذه المكتبة تأسست فعليا في نهاية الخمسينيات وكانت مكانا مركزيا ورئيسيا للطلبة والمثقفين والشعراء والكتاب. هذا المكان اللي الآن هو مقفول ومتهالك كان في يوم من الأيام شاهد على صناعة الحركة الثقافية في مدينة سوق الشيوخ وفي محافظة ذي قار، ومن هنا انطلق كبار المثقفين والفنانين في عموم أنحاء العراق.